طيب جايب لي ايه بقى؟ تعالى شوفه. سيبني في البيت وناسي ان انا موجوده في البيت ورايحه اقعد مع امه واجيب لها حلويات. حبيبي قلبي بصي، كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بخير وصحة وسعادة. طبعا بنذكر نفسنا أول حاجة الشهر ده العبادة للقرآن وللصلاة ونقرب لربنا. صباحكم فل وصباحكم رضا. النهاردة أول يوم رمضان وده الروتين بتاع أول يوم رمضان. طبعا بنصلي وبنشغل قرآن وبنشغل بخور. بتقولوش البخور بيفطر؟ احنا سألنا قال لا البخور مش بيفطر، احنا مش بنشمه قوي، هو شغال كده بيدي ريحة حلوة والملايكة، وما قالوا ما ذكرش كده يعني ان هو بيفطر. المهم انا عملت الماء البط، بقى حشيت البط بالمرتة اللي احنا بنعمله طول عمرنا، حطيته كده في حلة الضغط وحطيته عليه شوية ملح وقفلت حلة الضغط وسيبته على جنب. كل سنة وانتم طيبين. تاني حاجة هنعمل الكنافة، عشان الكنافة بسيبها تبرد براحتها فبعملها بدري بدري. جبت كوباية لبن حطيت عليها معلقتين نشا، تلات اربع معالق نشا كده، وقمت حط عليها شوية سكر وسبتهم كده ايه مع نفسهم. وجبت صينية الكنافة حطيت عليها معلقتين سمنة، والكنافة انا بحبها يعني مش مفرومة، انا بحبها كده ايه كبيرة، وانا اقعد كده اعملها كنافة شعر، اقعد اعملها كده واعمل لها ارضية تحت واحط في النص عليها القشطه اللي احنا عملناها، ونرص فوق بقيه الكنافه كده لما بنغطي الطبقه اللي فوق زي ما انتم شايفين، وبعدين نقوم حاطين على الوش حبه سكر عشان يدوا لون حلو كده من فوق، وحبه السمنه بتوعنا اللي احنا هنسقي بيهم الكنافه. خلاص ندخلها على الفرن على طول. بعد ما خلصنا الكنافه والبط بيستوى، تعالوا نعمل صينيه البطاطس اللي احنا هنحط فيها الفراخ. قشرت كده البطاطس، انا ببقى مشغله سوره البقره واقول وراها، ان الموبايل كان جنبي عشان سوره البقره كانت شغاله واحنا شغالين كده بنعمل ايه الاكل. حطيت بصلايه على النار ومعاها فصين تومه في الحله، عليها شويه طماطم، دي على جنب دي المحشي. اما الصينيه كنت شوحت فيها الفراخ ونزلت عليها بالبصل ايه يتشوحوا مع بعض. كنت جايبه بهارات قمت مفضياهم بالبرطمانات ملح وفلفل وكمون، والفراخ كده اخدت لون تشويت شمعت، حطيت عليها شويه فلفل اخضر، وقطعت عليها البطاطس الحلقات بتاع صينيه البطاطس، معلقتين توم مفروم، حبه ملح، حبه فلفل، وبحط هنا حبه فلفل هنا وحبه فلفل على المحشي، حبه كمون هنا وحبه كمون على المحشي، وحبه الصلصه، وهنا حبيت بهارات المحشي. الاثنين شغالين مع بعض وحله البط بتستوى. قلبنا بقى الفراخ يمين وشمال، كانت البطه استوت، قمت مغطيه كده ايه صينيه البطاطس بالفراخ، وطلعت البطه دخلتها تحت الشوايه. هنجيب جريلا كده ونحط عليها مكعب زبده ومعلقتين زيت، ونشوح عليها البفتيك اللي احنا عندنا تشويح، عشان نعمل النهارده ورق عنب، طاجن ورق عنب بالبفتيك او باللحمه الستيك اللي عندك حطيه. كانت التسبيكه بتاعت المحشي خلصت، حطيت عليها الخضره وحطيت عليها الرز المغسول وقلبتهم كده مع بعض، وقعدت احشيت ورق العنب. وفي نفس الوقت كنت مولعه على بصلايه وربع كيلو لحمه مفرومه عشان نعمل صينيه الرقاق. احنا كده زي ما انتم شايفين بقى جبنا بقى صينيه الرقاق، جبنا دهناها سمنه، وجبنا الرقاق ده بتتباع عند اي محل يعني. جبنا الرقاق كده يمين وشمال بقى، لو في رقاق طري بيبقى حلو، بس انا اللي عندي رقاق ناشف. وبتسقي بيه الشوربه، وبعدين تحط عليها حشوه اللحمه، انا حطيت عليها شويه فول سوداني كده اكنه مكسرات، بيدي لها طعم حلو برده. وحطيت بقى بقيه الطبقات يعني 4 3 5 حسب ما انت بتحبيه سمكها ايه. حطيت كده زي ما انتم شايفين الطبقه تحت وطبقه من فوق، وقمت بقى ايه حطيتها بباقي الشوربه وقطعتها كده عشان تبقى سهله لما عاكي اما تيجي تطلع تكون تتقطع تبقى سهله، وندخلها الفرن على طول. كانت الكنافه طلعت، بص الكنافه طالعه لونها ذهبي ازاي جميله، تسقيها بالشربات اللي هي مثلا كوبايه سكر، حط عليها كوبايه ميه، حط عليها عصره فانيليا، عصره نقطه فانيليا. وسيبنا الكنافه على جنب، تعالوا نحضر بقى طاجن ورق العنب. قطعت عليه ليمونه، حلقات بطاطس، حلقات طماطم، حلقات فلفل، ونزلت باللحمه الستيك كده زي ما انتم شايفين، ورصيت فوقها ورق العنب، وحطيت عليها شويه دبس رمان، وسقيتها بشوربه البط. كنا عملنا عصير الكركديه بقى، ما شاء الله. عايز اقول لكم ده احلى ثواب في اليوم كله، افطار الصايم تاخدي ثواب افطار الصايم حتى لو بشرب تمره، يعني عارفه انتوا فوق ما تتخيلوا الثواب ايه. كان علي بقى ربنا يبارك له هو اللي قاعد يقبل الاكياس، عشان امير هينزل ياخدها ويروح يوزعها على اول الطريق هو واصحابه، كل واحد معدي لسه ما لحقش يروح يفطر في بيته تفطروا بها صايم. ما شاء الله عملنا كميه كبيره، وكنا ايه اللي تعدى معلش، وعملنا عصير المانجا، وطلعت طاجن ورق العنب بقى، وعملت كرومب بقى، وحطرنا السفره احلى سفره رمضانيه. كل سنه وانتم طيبين، سفره بسيطه كده بس جميله حلوه، عشان النهارده عازمين البت مين؟ تعالوا نشوف عازمين البت بندقه اللي جايه متاخر دي، وحشتني. نصلي نسمي بالله ونصلي على النبي، وقوم لبيتك كده بخور كده وقران كده في نفر رمضان المبارك. خطا مين ولا احنا ماشيين زي بعض كده ازاي؟ وحشتني.
مع بعض. بخور وحاجات، تعالوا يا جبت كل شيء انت، تعالوا قولوا رايكم في الاكل، تعالوا خش خش. لا لا ما تقلقش، لا لا دي تعالى بس. اللي جايب الكنافه دي مين؟ اللي جايب الكنافه دي ولا دي؟ بس شوف ابراهيم جايب لي ايه بقى، تعالى شوفوا. سيبني في البيت والناس ان انا موجوده في البيت، وراح اقعد مع امي واجيب لها حلويات. حبيبي قلبي بصي، حبيبي قلبي جايب لي ايه يا اختي؟ بالنوتيلا وباللوتس وبالطب. لا استنى، ما عملتهاش. الله، بصوا كمان جايب لي ايه؟ جايب لي هيما، جايب لي بلح الشام بالنوتيلا واللوتس. مكلف نفسك؟ مكلف نفسك. لا لا اطلع بره يا صايمة. صايمة. انت صايمة يا شيخة. بصوا دي الكنافات، بصوا. شافوا برام جاب لنا ايه؟ لا انا اللي عاملة دي. تعالوا قول لي رايك، قول لي ايه رايك، تعالى. بس ايه الصدفة اللي الالوانات دي؟ ايه الصدفة دي يا اخي؟ انت بذمتك قايلة لها يا نشوة؟ بذمتك قايلة لها؟ والله ما حصل، اقسم بالله احنا لابسين صدفة. والله ايه ده؟ خلاص ما كلمتهاش من امبارح. ليه ما بتحلمي بيها؟ انا مليتها تعمليها. اما بس ما قلناش اهو. وحشي ورق عنب في البوفتيه، شيل الليمون والحاجة اللي هي تحته لحمة. ما بحبش الشوكولاتة. يا جماعة بقى نشوة النهاردة بتصلي على النبي. ايه رأيك بقى؟ ما انت بتحبيش البط، عملت لك فراخ ولحمة. والله انت مظبطة الدنيا والله يا ماما. وحشتك ولا لا؟ وحشتي يا عم، وحبيبي وحشتيني. احنا صايمين يا جدعان، عايزين نفطر. توقعوني انا؟ اختي وحشتني، ايه ازاي الامر ده جاي بسرعه يا عم؟ بصوا يا اولاد بقى، كل سنه وانتم طيبين. احنا اتاخرنا على صلاه التراويح. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير. هنروح نلحق نصلي صلاه التراويح وربنا يتكبر منا. اول صلاه تراويح، كل سنه وانتم طيبين. مفيش احلى من تقول المسجد ساعة صلاة التراويح. ندخل المساجد وفتحة أبواب المساجد يا رب. نخش نصلي التراويح ونرجع على البيت على طول. ما شاء الله الشيخ كان صوته جميل وعالي. أنا خارجة من صلاة التراويح بلاقي عالي واقف يستناني على أول الطريق. ربنا ما يقطعها عادة، وكل سنة وكلكم طيبين. جمال عامل ايه؟ تمام طيب. تمام صحه السنه. الدنيا احنا نقعد شويه وبعدين نروح نقعد بقى فين؟ في العزبه هناك عند قريب علي، اخوات علي وبيت ام علي. بس بصوا شوفوا البيت الشارع بتاعنا احنا عاملينه ازاي؟ ايه؟ لا شوف الشارع بتاعنا عاملينه ازاي؟ حلو قوي بجد. كل سنه وانتم طيبين. طيبين يا جماعه، ربنا يعود عليكم الايام بخير. شوفوا اما نبقى خارجين من الجامع. صواريخ صواريخ يا غبي. مش عارف ما فرقعش، مش مشكلة. مش لا بقى انا طالعة قبل ما يفرقع. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نجهز لأول يوم سحور. أنا جبت الفول كده، كنت نقعه ساعتين مع فول حصى وفول مدشوش. نزلت عليه بثلاث أربع معلق عدس وعصرة ليمونة وولعت عليه. بعد ما سبته في حلة الضغط ساعة ساعة ونص، بصوا طالع كهرمان. أنا ما بحطش على الفول أي حاجة غير اللي أنا قلته بس، لا طماطم ولا بصل ولا أي حاجة خالص. وهعبيه كيس، الكيس ده بيتباع بره بخمستاشر جنيه. يعني إحنا جبناه قبل رمضان بيوم بخمستاشر جنيه، فده حرام. أنا جايبة بخمستاشر جنيه فول وعملت بو يجي بخمسين ستين جنيه. الحاجة في البيت نظيفة وحاجة في البيت حلوة. ولازم في البيت سحور، لازم ترابيزة السحور عليها شوية الفول. والفول بتاعي عايزة أقول لك مفيش فيهم أسهل من كده. فول بنقعه ساعتين وفي الآخر أولع عليه في أي حلة عندك، مش مهم حلة الضغط، أي حل عندك. وست الحبة دول سخنهم على السحور والزبادي حطاهم في الفرن. وطبعا لازم نعمل الكركديه عشان بيظبط الضغط بتاع علي. وبنقعه كده، بننقعه في الحلة، ولما يقعد شوية كده ويركز كده بتحط عليه السكر. وبعدين تنزليه بقى على مية ساقعة، ده بيبقى مركز اللي انا بحطه فوق ده مركز. وتعملي شوية كركديه كده توزعيهم لله او تشربيهم بيظبط ضغطك في الصيام. حاجة كده تستاهل بقى. كل سنة وانتوا طيبين. وطبعا المسحرات جه بقى، يلا يا ولاد قوموا اتسحروا. اه كل سنه طيب. محمد امير وامير محمد. وامير قول امير مشيت والله اكلت ورشي بطاطس. يلا بقى نحضر مع بعض احلى سحور. هو ده سحور رمضان، جبنه ولانشون وزبادي وفول. ده احلى سحور. كنت انا جايبه جبنه كده، دي جبنه كزبه، دي يعني طحينه حمراء كده. ودي جبنه طعم الجبنه الرومي كيري كده نستون مش عارفه. ودي قشطه على مربى. اي حاجه في التلاجة كده عندك بتبقى حلوه على السحور. انا بحط حاجات صغيره لان كده كده هتفيض. وطبعا مفيش احلى من طبق الفول بتاعي على حته سمنه بلدي او حته قشطه بلدي بقى
تشم ريحة طبق الفول، يا لهوي على لونه وحلاوته، وهو ما فيش أسهل من كده. نقعد بقى كده نتسحر، وكل سنة وانتوا طيبين وربنا يديم علينا لمتنا وفرحتنا، وكل سنة والأمة الإسلامية والعربية كلها بخير وبسعادة. كل سنة وانتوا طيبين، تسحروا يا ولاد وتلموا على طبلية ولا على تربيزة واحدة، هي دي السعادة وراحة البال. ربنا ما يحرم حد من بيته ولا أسرته، يجمع كل واحد ويهون على كل واحد غربته. ربنا يا رب يكرمكم، تصبحوا على خير.